وفي عودة لحديث عن التطورات في بغداد وتداعيات اعتزال الصدر العمل السياسي ضمن تغطيتنا الخاصة، نبدأ مع الباحث في الشأن العراقي الأستاذ شاه القرداغي. أهلا ومرحبا بك أستاذ شاه مرة أخرى في هذه التغطية. تحياتي لكم وللمشاهدين والضيوف الكرام. ما هي دلالات وخلفيات إعلان مقتدى الصدر في هذا التوقيت بالذات اعتزاله العمل السياسي للمرة الرابعة أو الخامسة، وبهذا الشكل الذي تسبب بإشعال فتيل الشارع الذي لا زال حتى الآن مشتعلا؟ تحياتي لك مجددا. في الحقيقة قد يكون هناك عدة أسباب دفعت زعيم التيار الصدري إلى اتخاذ هذه الخطوة، من ضمنها إصرار الإطار التنسيقي الموالي لإيران على عرقلة مشاريع الصدر وعدم قبولهم بإعطائه حقه بتشكيل الحكومة أو صياغة المنظومة السياسية كما يريد. ولكن أتوقع أن قرار الحائري المرجع الحائري الذي طالب باتباع مرجع علي خامنئي الإيراني، أتوقع أن الصدر شعر بأن هذا القرار قد يكون قرارا إيرانيا، وبأنه يعني من ضمن الضربات الموجعة التي تستهدف التيار الصدري لإبعاده عن المشهد السياسي وتشكيل الحكومة مجددا بالطريقة التي كانت سابقا عن طريق المحاصصة والتوافقية بعيدا عن التيار الصدري. إذن هو شعر أن خطوة الحائري هو خطوة يستهدف التيار الصدري، وبالتالي يحتاج إلى تصعيد. تصعيده هذه المرة كيف كان؟ صحيح أنه قرر الاعتزال السياسي، ولكن الشارع فتح المجال أمامهم ليصعدوا أكثر ويدخلوا إلى مناطق لم يدخلوها سابقا. الآن هناك معلومات عن استهداف لمقرات الميليشيات، وسائل الإعلام تابعة للميليشيات، يعني أنصار التيار الصدري اليوم مستنفرون ويشعرون أن هناك مظلومية حصلت على زعيمهم، وبالتالي من حقهم أن يحاصروا الأطراف الأخرى، يحاصروا أطراف إطار التنسيقي ويستعيدوا هذا الحق. زعيم التيار الصدري صحيح أنه أعلن التراجع، ولكنه إلى الآن يحرك الشارع بذكاء، يعني هو يعتبر الشارع أو أنصار التيار الصدري بحكم التزامهم بأوامر الصدر وبحكم تحركهم بما يريد الصدر، يعتبر هذا الأمر يعني أداة أقوى بكثير من سلاح الميليشيات. ونرى اليوم هناك خوف من قبل قيادات الإطار التنسيقي، من قبل قيادات الميليشيات، يخافون من هذا الحراك من هذا النوع. لذلك هناك أكثر من 10 أو أكثر من 13 قتيل في صفوف أنصار التيار الصدري. إذن هناك أيضا خوف من الطرف المقابل يدفعهم إلى استخدام القوة والعنف. استخدام العنف بهذه الطريقة وفي ظل عجز القوات الأمنية عن التدخل يدل على خوف الطرف الآخر من تصاعد الأزمة والذهاب إلى تصادم مسلح، لأن التيار الصدري أيضا لا ننسى لديه جماعة مسلحة وفصيل مسلح بإمكانه استخدامه لتصفية هذه النزاعات. فهنا الإشارة الرئيسية للتيار الصدري عن طريق هذه الخطوة أيضا يريد أن يعطي الرسائل إلى الجانب الداخلي وإلى الجانب الخارجي، الأطراف الخارجية أيضا، بأنه ما زال قويا، وانسحابه عن العملية السياسية وعزله وسحب نوابه لا يعني أنه سيستسلم ويعطي كل مكامن السلطة للأطراف الأخرى. مشاهدينا، انضم إلينا الآن عبر سكايب من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياك الله ضياء، اهلا بك وبالضيف والمشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. محافظات البصرة وذي قار إضافة إلى بغداد تحولت جميعها إلى أماكن للتصعيد من قبل أنصار التيار الصدري في تحد واضح للإطار التنسيقي ولقرارات الحكومة بالحظر الشامل. هل سيكون هذا التصعيد مربكا لها فعلا؟ بالتأكيد أخي العزيز، هذا سيكون مربك للحكومة، لأنها أمام مفترق طرق أو أمام امتحان غير قادرة على أن تتعامل معه. فإذا ذهبت بعيدا في لجم هذا التحرك تكون متقاطعة مع رغبة الشارع عامة للتغيير، وإذا سمحت الأمور على الغارب وضعت الحبل تكون في رؤية الإطار أنها منحازة إلى جماعة التيار، وبالتالي تكون في وضع حرج. حقيقة لحد الآن الحكومة هي في حرج واضح، وحتى الخطاب الذي صدر من رئيس الوزراء دل على أن القرار ليس حاسما بيد الحكومة. نعم، أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض الذي انضم إلينا عبر الهاتف من مالمو. حياك الله أستاذ لبيد. أهلا وسهلا بك، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام. أستاذ لبيد، الصدر عندما أعلن اعتزاله العمل السياسي، ما دلالات التوقيت الذي أعلن فيه هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القراءه هناك وجهان قراءتان لاستقالته وانسحاب الصدر جاله العمل السياسي. نعم. القراءه الاولى تدل على انه كانت هذا الاعتزال جاء ردا على انسحاب كاظم الحائري وهو المرجع الاساسي بالحقيقه للتيار الصدري. نعم. حتى هذا اليوم الى حد هذا اليوم بعد اعلانه انه اعتزل. نعم استاذ لبيد هل انت م... نعم وهذا نعم نعم وهذا نعم 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 اسمعك بشكل جيد تفضل. نعم وبالحقيقه هذا الاعلان غريب هو يبرر ذلك لاسباب مرضيه او لتقدمه في السن لكنه التوصيات التي أضافها إلى استقالته وانسحابه من المرجعية تثير كثيرا من علامات الاستفهام فهو يدعو ما أسمهم جميع المؤمنين إلى طاعة ولي قائد الثورة يعني علي خامنائي سماه بالاسم وهذا يخالف دعوات مقتدى الصدر لأن مقتدى الصدر كان يشدد على أن المرجعية يجب أن يكون مقرها يكون العراق وتحديدا النجف. نعم. ثم هناك نقطة جدا مهمة وهي هجوم واضح على الصدريين أو على مقتدى بالذات يعني يقول أن الانتساب للصدر أو الصدر محمد صادق الصدر ومحمد باقر الصدر لا يكفي مجرد الادعاء والانتساب لهما لا يكفي لكي تتوفر شروط القيادة عند مدعيه يعني. نعم. فهناك نعم. شرائط أخرى للقيادة. ثم هناك نقطة خطيرة هناك تحريض للحشد ويسميه أوصي جميع المؤمنين أوصيهم بدعم الحشد المقدس ويجب أن يعتبرونه هو الحصن الحصين وهو القوة الضاربة التي تضرب بيد من حديد للمتربصين بأمن البلاد يعني هذه عملية لذلك احنا لا نستغرب أن سرعة تدخل الحشد يعني بكل قوة مفرطة يعني. هذه القراءة استكمالا لهذه القراءة نجد أن الصدر بغسوة على استقالة الحائري بالقول يظن كثيرون بما فيهم السيد الحائري والعارفون باللغة يعرفون أن ما هو اسم موصول فكان يفترض أن يقول يعرف كثيرون بمن فيهم السيد الحائري ما هو اسم فكان ينبغي أن يستخدم من للعاقد. نعم. نعم. ويقول أن القيادة جاءت يعتقد أن القيادة جاءت بفضله يعني بفضل الحائري ويرفض ذلك قائلا كلا إن ذلك بفضل ربي أولا ومن فيوضات السيد الوالد. نعم. نعم. ثم يختتم يوقع التغريدة بالقول ابن الشهيدين الصدرين يعني كما ذكرنا لأن الحائري ينفي أنه انتسابه أن يقول أنه لا يكفي انتسابك للصدريين بأن تكون قائدا. نعم. نعم. إلى آخره. والصدر بالحقيقة هو يشير في رسالته يقول أنا أعتقد يقول أنا أعتقد بأن يعتقد مقتدى الصدر بأن استقالة الحائري هي جاءت بضغوط إيرانية. نعم. وهذا مرجح أيضا. نعم. أنتقل بالسؤال إلى الأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو يعني ارتفاع أعداد القتلى كما ذكرت إلى أكثر من 12 قتيلا وإصابة ما يقرب من 200 شخص من أنصار التيار الصدري برصاص ميليشيات الحشد حسب ما ذكرته وكالة رويترز يعني هل تتوقع أن تبقى ميليشيا السرايا مثلا مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر؟ طبعا هنا عندما يتم الحديث عن غياب الدولة والقانون هنا تظهر مخاطر الصدامات المسلحة بين الأطراف السياسية الفاعلة لأن وقت الخلافات السياسية كل طرف يلجأ إلى السلاح لتصفية الحسابات هنا اليوم يتوقع أنصار أو جماعة الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة بكل تشكيلاتها يتوقعون أن الأمر قد يكون مثل تشرين يعني نعم. بإمكانهم قتل أكثر عدد من المواطنين وبالتالي ردع المتظاهرين وعودتهم إلى منازلهم. هذا الأمر يختلف عن الوضع الحالي الآن. لماذا؟ هناك أنصار للتيار الصدري الذي يمتلك السلاح
إذا لن يغتفر يعني لدماء أنصاره عندما يموتون، يعني يطالب بالإعلام التابع أو قريب من التيار الصدري كان يقول أن في مقابل كل واحد من هؤلاء 10 يعني يجب أن نأخذ الثأر منهم. إذا الخطاب يختلف، الخطاب يختلف بين الحراك المدني الذي لم يكن يمتلك إلا الصوت الحر وبعدها لجأ إلى القضاء والقضاء أغلق كل الملفات وذهب دماء 800 شهيد وأكثر من 30,000 جريح، إلى الآن لا يوجد من يطالب بحقهم لأنهم كانوا مدنيين سلميين ليس لهم أي شيء إلا أصواتهم. الآن هناك جمهور يتبع لتيار سياسي معروف بأنه كان يعمل بالنشاط مسلح إلى الآن، يعني سامراء ومناطق أخرى إلى الآن بيد السرايا السلام، كان هناك الجيش المهدي، الآن اليوم كان هناك تلويح بأن الجيش المهدي يتم تفعيله مجددا والجماعة لم يسلموا، ومنذ فترة هم يلوحون بهذا الأمر بلا شك، منذ فترة أيضا يتحدثون عن هذا الأمر ولم يقوموا بنزع هذا السلاح ولا تجميده، السلاح موجود ونشط فقط يحتاج إلى أمر سياسي ليتحدث حرك. اليوم كان هناك مطالبات بأن يتدخل سلاح سرايا السلام لحماية المتظاهرين. نحن رأينا يعني مقاطع مخجلة، يعني نرى أن عنصر طيب الجيش هنا. هل تعتقد أن تدخل سلاح سرايا السلام سيحمي فعلا؟ طبعا مقارنة بسلاح الميليشيات ومقارنة بسلاح الدولة من المؤكد أن الميليشيات إذا شعرت أن السلاح سيتدخل في المعادلة فلا يعني من المتوقع أنها سوف تتوقف عن عمليات القتل والقمع، يعني لأنه الفيديو المقاطع يعني المعيبة التي رأيناها اليوم وعنصر الجيش يخشى من الرصاص على نفسه، يعني لا يستطيع حماية نفسه فكيف سيحمي الآخرين؟ يعني رئيس الوزراء قبل قليل يقول الأجهزة الأمنية ستحمي المتظاهرين بكافة أطيافهم، نحن رأينا في المقاطع الجيش لا يستطيع حماية نفسه ويهرب من سلاح الميليشيات يحتمي بالمتظاهرين، يعني إذا المتظاهرين أو بالدروع والدبابات يعني أمر مخجل، يعني لا يوجد، يعني نحن نرى لا يوجد ملامح للدولة في هذا المشهد. إذن هذا الأمر يتطلب تدخل لحماية هؤلاء والسلاح من جاهز من قبل التيار الصدري، من قبل سرايا السلام الذي يحمل سلاحا ويستطيع أن يدخل لمواجهة باقي الفصائل ويعطي رسالة واضحة بأن هذا السلاح ليس فقط يعني لغرض الاستعراض بل هو للاستخدام أيضا. دكتور قحطان، ما هو رأي مرجعية النجف في هذا الأمر؟ حتى هذه اللحظة هم صامتون. إذا كنت تسمعني دكتور قحطان أنا لا أسمعك بشكل واضح، يبدو أن هنالك خلل في الصوت وسنعود إليك بعد أن نعيد الاتصال مرة أخرى بجنابك الكريم. أستاذ لبيد، أنت ذكرت قضايا كثيرة لكن ما يثير الخوف هو الإطار التنسيقي الذي يدعو بالمقابل التيار الصدري إلى الجلوس إلى الحوار. لماذا لا يريد الإطار التضحية بدور الصدر في العملية السياسية؟ يعني هل هي بداية توافقات ما مثل ما أشار مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين؟ أستاذ لبيد هل تسمعني؟ نعم أنا أسمعك. الصوت كان متقطعا لكنني فهمت السؤال. نعم تفضل. أعتقد أن الدعوة الملحة وإلحاح الإطار التنسيقي إلى الحوار هذا بالحقيقة هي هذا أسلوب ديماغوجي يحاول أن يظهر نفسه للناس بأنه هو الهادئ، هو الطرف الأهدأ وهو الطرف المتزن والمتعقل، لكن في نفس الوقت يستخدم الحاشد، لأن الحاشد بالحقيقة هو يعتبر مأمور بطرف من أطراف الإطار التنسيقي، لأن القائد الأعلى للحشد الشعبي هو الفياض، صالح الفياض، وصالح الفياض جزء لا يتجزأ من الإطار التنسيقي. فالدعوة إلى الحوار بالحقيقة هذه الدعوة زائفة، لأن الحشد هو الذي بادر وبدأ بالهجوم على المتظاهرين، والمتظاهرين كانوا طيلة نحو شهر أو أكثر من شهر كانوا متظاهرين سلميين ومطالبهم واضحة، ولم نرى أي سلاحا، لا سلاح أبيض ولا سلاح من نوع آخر. التدخل العنيف للحشد من أجل فض المظاهرات هذه كان هو بالحقيقة هو سيد الموقف، ولا يمكن
التعتيم عليه من خلال الدعوة إلى الحوار. التنسيقي يحاول أن يمهد الأجواء إلى جلسة أو قرار المحكمة الاتحادية غدا، يحاول أن يفض بالقوة هذه المظاهرات من أجل أن يسهل أمر المحكمة الاتحادية الذي أتوقع أنها ستصدر قرارا لا يختلف عن قرار مجلس القضاء الأعلى بالقول بأن مسألة حل البرلمان ليس من اختصاصها ولن تقر وسترفض المطالب التي قدمها التيار الصدري بهذا الشأن. أستاذ شاهو، يعني في ذات الوقت الإطار التنسيقي يقول إنه مع الدولة ولا يمكن أن يقف على الحياد. إذا كانت مؤسسات الدولة معرضة إلى الخطر مثل ما هو يقول، هل تكون القبضة الأمنية والعنف المتصاعد هو الرد مع اعتبارهم من موجود الآن في الشارع هو خارج عن إطار الدولة والقانون؟ طبعا إذا رأينا سلسلة الأحداث التي حصلت خلال الفترة الماضية والبيانات التي صدرت عن الإطار التنسيقي الشيعي وأيضا عن كتائب حزب الله والباقي الفصائل التي تمثل الإطار التنسيقي، نرى أنهم بالعكس لا يعتبرون أي وجود للدولة، وبدليل بيان كتائب حزب الله التي قال إذا يعني سوف ننوي النزول إلى الشارع بصورة ميدانية حتى نحمي الدولة. هذا التصريح يعني أن كتائب حزب الله لا يعترف بأجهزة الدولة ولا بمؤسسات الدولة ولا بالأجهزة الأمنية، وهذا يؤكد تسريبات المالكي الذي قال لا أثق بالأجهزة الأمنية ولذلك أفكر في تأسيس ميليشيات وتنظيمها وإدارتها من جديد. يعني هذه تفكير الأطراف الفاعلة داخل الإطار التنسيقي. هو 8 سنوات يكون على رأس هرم السلطة تماماً، ويكون القائد العام للقوات المسلحة تماما، رغم هذا الأمر لا يثق بالأجهزة الأمنية ويفكر في تشكيل ميليشيات أخرى. يعني ما هو السبب برأيك؟ تصور هذا الأمر، لأنهم يدركون أن هذه الأجهزة الأمنية ضعيفة وليست قادرة على أن تقوم بفرض القانون أو الاعتماد عليها، لهذا الأمر هم قاموا بتأسيس هذه الميليشيات وتقوية الميليشيات على حساب الأجهزة الأمنية الأخرى. نعم. اليوم عندما يعني يستنجد المتظاهر من التيار الصدري، لماذا يستنجد بسرايا السلام؟ لماذا يستنجد بجيش المهدي؟ لماذا يستنجد بأي فصيل آخر مسلح يحميه؟ لماذا؟ لأنه يشعر بغياب الدولة، يشعر بأن الدولة ليست موجودة والأجهزة الأمنية غير موجودة. الإطار التنسيقي إذا كان فعلا يؤيد الدولة والحكومة لكان أول من يدعم فكرة حصر السلاح بيد الدولة، ولكن على العكس تماما خطوات الإطار التنسيقي جميعه يصب في خانة تفكيك الدولة، إضعافه، إضعاف سيادة الدولة، إطلاق الصواريخ من العراق إلى دول أخرى مجاورة للعراق، وبالتالي يعطي إشارات سلبية بأنه لا دولة في العراق وهناك غابة والبقاء للأقوى ومن يمتلك السلاح يستطيع أن يفرض شروطه على الآخرين، بدليل حتى الانتخابات التي حصلت وفق شروطهم الفائز في الانتخابات انسحب والخاسر جاء ليشكل الحكومة. يعني انظر إلى الانحرافات في المعادلة. نعم. التيار الصدري الفائز في الانتخابات للمرة الثانية تتكرر في العراق. نعم، والخاسر يأتي هو الذي يشكل الحكومة، يعني انحراف للمبادئ الديمقراطية الشكلية التي كانت أصلا يعني يستخدمونها للوصول إلى السلطة. إذن هذه الأطراف لا تعترف بمفهوم الدولة. طيب. هي إلى الآن تعمل بعقلية المعارضة، تفكيك كل شيء، تفكيك وإضعاف الدولة. طيب. إلى الآن تخشى بأنه حكم القانون وحكم الدولة سوف يؤثر على نفوذهم وسيطرتهم. أستاذ لبيد، الإطار التنسيقي يعتبر من في الشارع هو خارج إطار الدولة وخارج إطار القانون بعد أن صرح بأنه سيحمي المؤسسات ويحمي الدولة حتى لو يعني احتاج الأمر أن ينزل بكل قواه العسكرية. هل هذا يعني نحن على أبواب حرب داخلية واقتتال داخلي لا نعرف مداه وما لا نعرف الزمن الذي سيحتاجه؟ نعم، بالتأكيد يعني قراءة سريعة لهذه الدعوة لهذا التصريح الذي أدلى به الإطار التنسيقي الطور على لسان صالح الطياب يوضح تمام الوضوح بأن نعم لا قيمة لها بالحقيقة، لأنه هو فقط أشار أنه سيتدخل من أجل حماية مؤسسات الدولة وأبنية الدولة وإلى آخره، ولم يمر أي مرور على أرواح الظاهرين إلى آخره. حياة الفرد العراقي في الحقيقة لا تساوي شيئا بالنسبة لجماعة الإطار التنسيقي بصورة خاصة ولكل شركاء العملية السياسية. والعراق بالنسبة لهم بالحقيقة هو كنز ويرهبون منه قدر ما يستطيعون.
هنا وبالسرعة الممكنة. فنحن أنا أعتقد أن هذا التصعيد الذي حصل مساء اليوم أنا أعتقد أنه سيستمر ويستمر، لأن القوة المسيطرة أو السلطة الحقيقية هي بيد الميليشيات، يعني كما لاحظنا وكما أشار ضيفكم بأن القوات الأمنية الحكومية هي التي تحتمي بالمتظاهرين وتحتمي بالدروع وتحاول أن تهرب من المشهد الاقتتالي حاليا، ومن المتوقع أن تتدخل فصائل أيضا ميليشياوية أخرى وتحتدم ربما المعارك. وهذا يؤكد تماما بأن العراق مشغول في حالة شلل. السلطات التي تدعي أنها سلطات مستقلة هي بالحقيقة لا تمتلك أي سلطة، لا السلطة التنفيذية لديها قوة تستطيع أن تردع بها هذه العصابات المسلحة، ولا السلطة القضائية تستطيع قرارا قضائيا جريئا مسؤولا يؤدي إلى تهدئة السياسية حاليا، ولا السلطة التشريعية قادرة على تشريع أي شيء. الكل مشغول، كل السلطات مشغولة، والسلطة الفاعلة الوحيدة حاليا سيدة الشارع هي سلطة الميليشيات. أستاذ شاهو، يعني أمام هذه المتغيرات هنالك الكثير من القرارات التي اتخذها الصادر باعتزال العمل السياسي أو اعتزال الانتخابات في فترات ماضية، ونراه بعد ذلك موجود داخل هذه العملية أو داخل الانتخابات ليعتزل في الانتخابات الأخيرة ويصبح هو الكتلة الأكبر بعد النتائج. هل قراره اعتزال العمل السياسي اليوم صادق أو نهائي؟ بالنظر إلى تاريخ قرارات مقتدى الصدر كما تفضلت، يعني لا يمكن الوثوق أو لا يمكن أن نجزم بأنه سوف يستمر بهذه الإجراءات حتى يحقق التغيير الشامل الذي يتعهد به. يعني المواطن العراقي هو عندما طالب قبل أسابيع العراقيين كافة بدعمه، لماذا شككوا؟ يعني هم مبدئيا مع مطالبه لتغيير النظام، تغيير الدستور، إصلاح النظام، محاسبة الفاسدين حتى من التيار، يعني هذه المطالب جميعها ضرورية إذا نظرنا إليها. هل تعتقد أنه صادق في يعني في نظرية تغيير النظام بشكل؟ هنا الإشكالية، وهنا أيضا الشكوك. لماذا إلى الآن المتظاهرون من التيار الصدري لماذا لا يدخل الشرايا الأخرى في هذه التظاهرات؟ أيضا هناك شكوك وهناك تساؤلات، وأنا قلت سابقا حتى في لقاء سابق أنه من المفترض للتيار الصدري أن يكون لديه أجوبة واضحة لهذه الأسئلة التي يعني يأتي إلى أذهان أي شعب، يعني أي فرد من الشعب العراقي يفكر في المواقف السابقة للتيار الصدري. يعني أنا أتذكر حتى موضوع تحالفه مع تحالف الفتح وتشكيل الحكومة واختيار عادل عبد المهدي، بعدها قال أن هذا الأمر حصل بسبب وجود تهديدات بإحراق العراق بعدها بعد سنة مع استقالة عادل عبد المهدي. يعني أنه قال أنه تحت ضغوطات لجأ إلى هذا الأمر. اليوم أيضا وتحت الضغوطات أيضا من المحتمل من لا ضغوطات أخرى عندما قرر أن لا يشارك في الانتخابات، وبعدها قال تحت ضغوطات وتحت لمصلحة الشعب والوطن سنشارك في الانتخابات. اليوم هناك مخاوف أيضا من أن ينهي هذا الحراك تغريدة، ينهي هذا الحراك الشعبوي والذي يؤيده الكثير من العراقيين، يعني يتأملون بالتغيير، أن ينهيه مجرد تغريدة يقول أننا يعني نرى أن من مصلحة البلد أن يعود كل شخص على منزله وندخل في عملية توافق جديدة. يعني هذا الأمر من المحتمل أن يحصل في ظل التجارب السابقة، وبالتالي هذا امتحان أيضا للتيار الصدري. إذا كان فعلا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يدرك أن الأطراف السياسية الفاعلة اليوم في تغريدته يقول أنني أخاطب الأطراف الشيعية لأنها تتحمل المسؤولية الأكبر عن ما جرى للعراق ويجري للعراق، طبعا هذا الأمر واضح و يعني بين لكل شخص من الشعب العراقي. ولكن هل السيد مقتدى الصدر لديه جدية كاملة ومقتنع كامل بأنه يجب أن يحصل تغيير جذري، أم أن الأمر يقتصر على انتخابات مبكرة؟ يعني إذا كان المطلب هو فقط حل البرلمان وإعادة الانتخابات بنفس القانون وبنفس الآلية ونفس السلاح المنفلت موجود، إذا لم نفعل شيئا. يعني الآن لديه 73 مقعد، إذا وصل إلى 100 مقعد ورأينا الإطار التنسيقي مجددا أصر على مطالبه ومجددا عرقل مشروعه، هل سيقوم مجددا بعزل اختيار الانعزال وانسحاب نوابه؟ إذا الأمر يحتاج إلى
خطوات أكثر إذا فعلا يريد أن لا يتكرر ما حصل في هذه الانتخابات؟ عليه بداية أن يجرد الأحزاب السياسية من هذا السلاح، أن يفكر بتقوية الدولة قبل الدخول في الانتخابات. أنت تدخل في انتخابات اللعبة بيد الآخرين، مجلس القضاء الذي يعني يتم استخدام صلاحياته لتحقيق مصالح طرف على حساب طرف آخر، يجب إحداث كل هذه التغييرات بعدها التفكير في الانتخابات المبكرة. أما التركيز بأن الانتخابات المبكرة ستنهي مشاكل العراق، لا تنهي أي شيء وسيستمر الأزمة بنوع آخر. عاد للانضمام إلينا عبر سكايب من بغداد الدكتور قحطان خفاجي الأكاديمي والأستاذ العلوم السياسية. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياك الله بيان. أهلا بك من جديد. كنت قد سألتك ماذا عن دور مرجعية النجف، لماذا هي صامتة حتى هذه اللحظة؟ حقيقة صمتها سيزيد الأمور تعقيدا، سيما وأن إعلانا من جهة دينية الحائري صدرت باتجاه الصدر وأخلت كثيرا في طبيعة التعامل ووجود الصدر وفاعليته، وبالتالي لابد أن يكون لها رأي على الأقل تقدير في موضوع ما ذهب إليه الحائري. الشيء الآخر، المرجعية واجبها بالتأكيد الأخلاقي والوطني والديني أن لا تكون بعيدة عن هذا الذي يحصل الآن، والقتل في ليلة الأولى أو في الساعات الأولى تجاوز 10 شهداء وبحوالي 300 جريح. إذا لابد من رأي، لأن هنا مفصل. لماذا؟ لأن الجميع يدعي صلة وتبعية والتزاما بالمرجعية. جزء على ذلك أن المرجعية لها دور أساسي في تشكيل ما يسمى بالحشد في فترة زمنية معينة. هنا السؤال، هل يمكن اعتبار هذا ضوء أخضر من قبل المرجعية للإطار التنسيقي وميليشياته بأن اقمعوا هذه التظاهرات؟ كل الاحتمالات تكون مفتوحة، الأبواب أمامها طالما بقيت المرجعية صامتة. أنا أقول لأن المرجعية إذا صمتت في حالة معينة تعطي المجال كثيرا للتقولات، سيما الذين يملكون إرادة عسكرية فاعلة ميليشياوية ويتحدثون بحماية الدولة، وبالتالي قد يجعلون ذلك ستارا وداعما لهم. أنا أرى في هذه المسألة بالذات القضية الدينية كبرت لسببين أساسيين. أولهما تأثير الصدر هو بدلة دينية، تأثير الإطار أيضا بدلة دينية. الحدث الأخير اللي حصل من إعلان للحائري هي دالة دينية حاسمة، وبالتالي لابد أن يكون للمرجعية الدينية في النجف الأشرف رأي، وإن كان لها رأي واضح بالعملية السياسية برمتها، ولكن المآلات الجانب آخر فعليها أن تكون حاضرة وشاخصة وتبين ما يجب وما ينبغي. أستاذ لبيد، الأستاذ شاو في الاستوديو أشار إلى أنهم متخوفون من أن ينتهي هذا الحراك أو هذا التظاهر أو هذا الاعتصام بتغريدة من قبل مقتدى الصدر، وأن يقول نحن تعرضنا لضغوط ومن أجل الوطن والشعب نعود إلى العمل السياسي مرة أخرى. إذا ما حصل هذا الأمر والكثير متخوفون منه، كيف سيكون ذلك مثلا على ناحية القاعدة الشعبية لها؟ أستاذ لبيد، قطع الاتصال بالأستاذ لبيد، أتمنى أن يعود إلينا أو سنعود إليه مرة أخرى. في ظل هذه الأجواء التي تحصل اليوم في العاصمة العراقية بغداد، هل تعتقد أنه بالإمكان أن تنعقد جلسة لمجلس المحكمة الاتحادية في ظل إصرار التيار الصدري على حل البرلمان وتعديل الدستور وإقامة انتخابات مبكرة؟ هنا أيضا الأنظار للمحكمة الاتحادية حول قراره بخصوص حل البرلمان، يعني وهذا الأمر يؤكد مجددا أن قرارات المحكمة الاتحادية تتأثر بالضغوطات السياسية. يعني الآن هناك مطالبات بأن يكون القرار تحقيقا لمصالح التيار الصدري حتى لا يغضب التيار أكثر ولا يذهب إلى التصعيد، بينما الطرف الآخر التنسيقي يعني يرى بأنه يجب على قرار المحكمة الاتحادية أن يصب في مصلحة الإطار التنسيقي ولا يحقق مطالب الصدر. يعني حتى هذه المناوشات والصراعات التي تحصل تؤثر بشكل مباشر على قرارات المحكمة الاتحادية التي كان من المفترض أن تكون قراراتها بعيدا عن التأثيرات السياسية، وكان من المفترض أن تحقق أقصى درجات الحياد والعدالة
والاستقلالية حتى تعطي إشارات إيجابية للجميع الأطراف السياسية بأن المحكمة الاتحادية قادرة على أن تقف على مسافة واحدة من كافة الأطراف. طبعا قبل أيام السيد فائق زيدان قال هذا الأمر، قال أن القضاء يقف على يعني مسافة واحدة من كافة الأطراف. الرد جاء من وزير التيار الصدري الذي قال لا تثقوا، يعني كإشارة واضحة بأنه فالقوم في السر غير القوم في العلن، يعني استخدم هذه العبارة للإشارة إلى فائق زيدان، وبأن القضاء لا تصدقوا شعاراته بأن قراراته هو حيادية. اليوم غدا سوف ننتظر ماذا سيكون يعني من نتائج هذا القرار، هل سيكون قرارا مبررا أم سيكون قرار كما يعني تحدث مجلس القضاء بأنه ليس من اختصاصاتنا أن نتحدث عن حل البرلمان. وأنا متأكد أن النزاعات السياسية أو الخلافات السياسية ستتأثر على قرار المحكمة الاتحادية، يعني من الممكن أن الأطراف الأخرى خصوم الصدر يسمح للمحكمة الاتحادية بأن يصدر قرار قد يكون في صالح التيار الصدري حتى يقوموا بتهدئته أو إعطائه إشارة إيجابية بأنه من الممكن الاستجابة لمطالب التيار الصدري. ولكن الشرح التفسير أيضا من المهم، يعني ما هو تفسير المحكمة الاتحادية لهذا القرار سواء كان بالرفض أو بالإيجاب أو بالقبول، كيف سيقدم هذا الأمر. هذا القرار الذي سيصدر هو أيضا جزء من الصراع الحالي بين الأطراف السياسية، لأنه سيف بهذا القرار سوف يعني يتوضح ملامح المرحلة القادمة، هل سيصعد التيار الصدري أكثر أم سوف يهدأ ويقتنع بأن هذا القرار خطوة إيجابية من الجانب الآخر. لأن التيار الصدري ينظر إلى القضاء ورئيس مجلس القضاء كخصم وليس كطرف محايد، يعني ينظر له كطرف واقف مع الإطار التنسيقي ومن الأطراف التي تسببت بعرقلة مشروعه في تشكيل الحكومة الأغلبية الوطنية. إذن غدا سوف يظهر ملامح المرحلة القادمة وسوف يتخذ القرار الصدري إما قرارات التيار الصدري إما قرارات بالتصعيد أو بالتهدئة. نعم دكتور قحطان، هنالك مطالب رئيسية لحل البرلمان بعد استقالة نواب التيار الصدري البالغ عددهم 73 عضوا، ألا تعتقد أن البرلمان أصبح معطلا باستقالة الكتلة الأكبر؟ ما الفائدة من بقائه مثلا؟ هو بالتأكيد عطل ولو اتخذ إجراء بتصعيد بدلاء عن الذين انسحبوا، ولكن المسألة تكمن أن البرلمان شعر أن غياب الصدر أو العملية السياسية برمتها غياب هذا الحجم من المشاركة في العملية السياسية تعجز العملية السياسية وتعجز البرلمان، ودليل على ذلك أن البرلمان لم يستطع أن يقوم بفعل من هذا النوع. زد على ذلك ما حصل من احتلال أو من دخول المتظاهرين الصدريين إلى الصدريون إلى البرلمان. إذن هو الآن البرلمان في وضع غير طبيعي، وأيضا ترشح بشكل عام أن هناك تناغم موجود ما بين حلبوشي وما بين الصدر، كما هو وجود تناغم ما بين كاظمي وبين الصدر، وبالتالي أعتقد أن هذه اللعبة السياسية لا تغيب عنها هذه التناغمات، كما لا تغيب عنها التناغمات ما بين الجانب القضائي وجماعة التيار. لذلك أعتقد حتى المحكمة يوم غد ستلجأ إلى حالة يعني تخريجة معينة هي نوهت عنها أنها ستقوم بإجراء شكلي وليس سماع للشهود والادعاءات، وقالت أنهم كثر، واعتقد ستقول المشاورة الشفوية لم تكفي دعونا نستمع إلى الشهود، وتأخذ مدة زمنية أخرى لكي تكون لا مع اليمين ولا مع اليسار علها المشكلة. نعم أستاذ شاهو، ماذا عن إيران؟ هل ترى أنها ألقت بآخر أوراق الضغط بعد أن استقال كاظم الحائري بشكل مفاجئ؟ هل دخلت إدارة الصراع بشكل رسمي ومباشر بعد رفض الصدر أن يكون في تبعية كاملة لإيران؟ طبعا قرار الحائري كما قلت في بداية الحلقة أن التيار الصدري وزعيم مقتدى الصدر شعر بأن هذا القرار إيراني، وحتى في تغريدته قال ذلك بوضوح، وحتى المتابع يعني إذا حلل طبيعة قرار الحائري مع المجريات والوقائع التي يمر بها الشارع العراقي يدرك تماما أن هذا القرار جاء من خارج الحدود، يعني هذا القرار مدروس ويأتي ضمن الضربات الإيرانية للتيار الصدري لضعافه لدفعه إلى القبول بالحلول التي
الحلول التقليدية التي يقدمها الإطار التنسيقي. طبعا الطرف الإيراني لا يريد أن يحدث صدام عسكري قد يؤثر على الحاكمية الشيعية داخل العراق، يعني هذا الأمر قد يكون خط أحمر للجانب الإيراني، ولكنهم أيضا في المقابل يخشون أو ينظرون بقلق من المشروع التيار الصدري، يعني هم يتهمون التيار الصدري بأنه يساهم في إضعاف الشيعة وإضعاف الأطراف التقليدية التي عملت إيران على تبنيها وإعدادها وتقويتها خلال السنوات الماضية. يعني خلال من بعد 2003 إلى الآن، أصلاً قبل 2003 هي تعمل على هذه القيادات، قامت بتقوية العديد من الميليشيات، قامت بصنع العديد من الرموز وإعطائهم القدسية، والآن يأتي طرف سياسي داخل العملية السياسية وطرف شيعي أيضاً يقوم بضرب هذه الكيانات المقدسة والتسويق لتسريباتهم الصوتية التي يتحدثون عن تفكيك الدولة، وأيضا هذا الأمر يساهم في إضعاف النفوذ الإيراني داخل العراق، وبالتالي الجانب الإيراني ينظر بقلق إلى مشروع الصدر، يشعر أن هذا المشروع مشروع الأغلبية الوطنية بغض النظر عن خدمته لمصالح العراقيين أو لا، يعني بغض النظر عن هذا الأمر مفهوم. ينظر إلى أن هذا المشروع قد يؤثر مستقبلاً على التواجد الإيراني داخل العراق، وبالتالي إضعاف الأطراف الأخرى، نوري المالكي، إضعاف قيس الخزعلي، إضعاف أبو علي العسكري وقيادات الأخرى، أبو آلاء الولائي، يعني هذه الأسماء التي كل شخص منهم أسس ميليشيا ومسك يعني جانب العملية السياسية، العملية السياسية وأيضاً بقعة جغرافية مهمة، مثلاً عندك منطقة القائم كتائب حزب الله في الأنبار، مناطق أخرى، كل هذه الميليشيات مسكت جرف الصخر مثلاً، جرف الصخر، مناطق مهمة واستراتيجية، طيب. وعلى مدى الطريق الاستراتيجي لإكمال الهلال الشيعي، وبالتالي ضرب هذه الأطراف خط أحمر من قبل الجانب الإيراني، وهم يعملون بكل قوتهم لإضعاف هذا المشروع. طيب. دكتور قحطان، يعني مع إحراق صور سليماني في العاصمة بغداد والهتافات ضد إيران اليوم، هل يفهم منها دخول مقتدى الصدر بصراع ومواجهة مباشرة مع إيران باعتبارها الداعم الأساسي والمتحكم بقرار الإطار التنسيقي والميليشيات أيضا؟ بالتأكيد أخي العزيز، وقلنا قبل ما نحصل هذا الذي حصل أن هناك محور للصدر مع كاظمي مع حلبوسي باتجاه أمريكا، وهناك محور آخر لإيران يتمثل بالإطار والفصائل الولائية الموجودة. هذه هي صراعات موجودة فعلا بين الطرفين. الآن الخطوة التي قامت بها إيران عن طريق الحائري حقيقة هي خطوة مؤذية جدا إلى الصدر، لذلك حصل الذي حصل. ردة الفعل بهذا الاتجاه سوف تعزز الصدر عند العراقيين عموما، سيما أن العراقيون دون استثناء يستهجنون الوجود الإيراني والرموز التابعة لإيران، وهو كما حصل في ثورة تشرين عندما أحرقت قناصل إيرانية وأحرقت صور لخامنئي وخميني وآخرين. إذن هذا التوجه أعتقد سوف ينمو أو يتسع في التيار الصدري ليدلل على عراقيته وعلى نهجه المستقل، بخلاف الإطار الذي يدعي شيئا ويظهر شيئا آخر أو يضمر شيئا آخر. أعتقد أن هذه البداية لتقاطع واضح ما بين التيار الصدري من جهة، وقد ينتفع العراقيون، ينتفعون العراقيون إلى جماعة الصدر أكثر طالما أصبح هناك بالواجهة صراع عراقي إيراني، وهذا بالتأكيد يصب بصالح قوى أخرى غير إيران قد تكون لها دور فعال في تنشيط ودعم هذا التوجه. أستاذ شاهو، الجامعة العربية تدعو الأطراف في العراق إلى تغليب المصلحة العامة، لماذا لم تتدخل الجامعة العربية في الوقت السابق عندما ارتكبت ذات القوى السياسية جرائم حرب ضد العراقيين؟ لماذا لم تتدخل مثلا عندما شيطن الشعب العراقي وقضايا المحاكم والنازحين الذين ما زالوا في مخيمات هي أبعد ما تكون عن الكرامة الإنسانية؟ سواء موقف الجامعة العربية أو موقف الأطراف الأخرى، أنا قبل قليل نشرت تغريدة على موقع تويتر قلت فيها أن الأطراف الخارجية والسفارات تطالب بضبط النفس، ولكن لا نراها أنها تطالب بضبط السلاح المنفلت الذي يقتل هؤلاء، يعني هناك ازدواجية، هذا جاء بشكل مدني وبشكل سلمي ويطالب بحقوقه وتطلب منه ضبط النفس،
بينما الآخر الذي يحمل السلاح المنفرد لا تطالب أن يضبط سلاحه ولا يقوم بعمليات القتل. بلا شك أن هذه يعني الكثير من الدعوات التي نسمعها ونراها قد تصب يعني بشكل غير مباشر أو غير مباشر في مصلحة الأطراف السياسية التقليدية التي هي التي تقتل الآن المتظاهرين في الشارع، حتى هم ولو كانوا من ضمن التيار الصدري الذي كان مشاركا في خلال الحكومات السابقة أيضا، ولكن هذه الدعوات قد تصب في مصلحة هذه الجهات، لأن الدعوة إلى التهدئة، ما هي التهدئة؟ هؤلاء خرجوا وطالبوا بحقوقهم، لديك طرف آخر حمل السلاح ويقوم باستهدافهم وقتلهم. إذن يجب أن يكون هناك إدانة واضحة من قبل هذه البيانات، سواء صدرت من جهات خارجية أو داخلية، بيانات واضحة تنديد بعمليات القتل، إدانة بعمليات القمع. لماذا؟ لأن الميليشيات التي تقوم بالقمع هي ماذا؟ هي أذرع مسلحة للأحزاب السياسية الفاعلة داخل العملية السياسية. طيب. يعني يجب أن يكون هناك مخاطبة واضحة لهذه الأطراف بعدم القيام بقتل المتظاهرين. نعم. دكتور قحطان، بأقل من دقيقة إذا سمحت لي، كيف تتوقع نهاية هذا الأمر؟ أتوقع التصعيد للأسف الشديد. نعم، أشكر الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية الذي انضم إلينا عبر سكايب، وأيضا أوجه الشكر إلى الأستاذ لبيد الصميدعي عضو التحالف الوطني المعارض الذي انضم في بداية هذه التغطية عبر الهاتف من مالمو. وفي سؤال أخير إليك أستاذ شاهو، ما هو السيناريو الذي سيحصل اليوم في العراق، وما هي الفاتورة التي سيدفعها الشعب؟ في ظل غياب دولة المؤسسات والتي من الصعب الاحتكام إلى مؤسسات حقيقية، كل السيناريوهات واردة، الذهاب إلى الصدام العسكري المسلح، اللجوء إلى السلاح، التصعيد الأكثر والتهدئة في المقابل. وبالتالي حتى لو حصل هذه السيناريوهات السيئة، فإن الشعب العراقي هو الذي يدفع الثمن مجددا، والسياسيون سيربحون وسوف يعني يتفقون في النهاية، بينما الشعب والوطن هو الذي يدفع الثمن للأسف. نعم، شكرا جزيلا لك الباحث في أشان العراق الأستاذ شاهو القرداغي، كنت معنا في هذه التغطية حول ما يحصل اليوم في العراق. شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، قضية اعتزال الصدر، العمل السياسي وما آلت إليه الأمور بعدها ما زالت مستمرة في العراق، ونحن أيضا مستمرون في تغطيتنا المستمرة لآخر الأحداث والتطورات التي ستحصل في العراق. ابقوا معنا واستمروا في متابعتنا لتعرفوا المزيد من الأخبار في نشراتنا وتغطياتنا المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.